عشاق الأكلات السعودية كانوا على موعد مع مهرجان فيست للطعام الذي قدم فيه طهاة من المملكة أطباقاً متنوعة للتعريف بالموروث الشعبي واختلاف وغنى النكهات في المدن السعودية. مهرجان مثل هذا المهرجان يقدم لنا موروث شعبي للتعرف على كمية الموجود في المطبخ السعودي، كمية التنوع الموجود في المطبخ السعودي، يعرفنا ونستمتع بها أكثر من ما تتخيل، وأتمنى أن يستمر هذا الإفنتات والتعريف فيها في شتى أنواع في شتى مدن المملكة. هيئة الفنون والطهي السعودية المنظمة للمهرجان قالت إنه الأكبر من نوعه في المملكة، وخصصت له ساحة خارجية كمنطقة لعرض العديد من صنوف المطبخ السعودي التقليدي وأخرى لأنشطة تعليمية وترفيهية. والله الحمد لله الشعب خصوصا الجايين هنا شعب واعي، يعني كشعب الحمد لله شعب واعي، والمملكة مليئة بالثقافات، لكن مجرد هو التعرف أكثر على هذه الثقافات، لكن مسألة وعي الحمد لله الشعب كله واعي في هذه المسألة. المهرجان يهدف في المقام الأول إلى تشجيع الشباب على متابعة المشاريع التجارية في مجال الطعام وتسليط الضوء عليها باعتباره تراثاً وطنياً أصيلاً. طبعاً ما في مستقبل بدون ماضي، ولازم نعلم أولادنا كيف يحافظوا على تراثنا والأكل الشعبي، لأنه هذا هو في الأخير الوطن ومستقبلنا، ما في مستقبل بدون ماضي. إلى جانب الأكلات الشهية، قدم المهرجان عروضاً فنية تعكس التراث الشعبي السعودي، كما يأمل المنظمون إضافته إلى أجندة الأحداث الغذائية الدولية لتسليط الضوء على أصالة المطبخ السعودي.